اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. النهارده هكلمكم عن مشكله بتؤرق ناس كتير، وهي مشكله التجاعيد. طبعا ظهور التجاعيد في الوجه دي حاجه مش كويسه ابدا، وطبعا بتضايق الناس جدا، وعلى طول بنبدا ندور على حاجات نستخدمها علاجيه علشان نعالج الموضوع ده من جذوره. فالنهارده بقى جايبه لكم سيرم من الاخر ممتاز جدا في الموضوع ده، وليه مزايا رائعه. يعني من اول اسبوع هتلاقي اختلاف تام في موضوع التجاعيد، بدل ما تستخدمي 100 حاجه هو سيرم واحد بس هتستخدميه، وهتشوفي نتيجه مبهره، يعني فرق السما من الارض زي ما بيقولوا. خليكم معايا لانها هتكون حلقه مهمه جدا جدا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب في القناة، وفعلوا علامة الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات اللي أنا بعملها أول بأول. بالفعل أنا من فترة اتكلمت عن فيديو للتجاعيد، اللي ما قدرش يشوفه هيقدر يشوفه النهاردة من الدايرة اللي هتظهر فوق على الفيديو. بس الحقيقة إنه التجاعيد دي يعني من أهم أسبابها وأسباب ظهورها أصلا هو عنصر مهم جدا بينقص في جسمنا، اسمه عنصر الكولاجين. الكولاجين ده بروتين مهم جدا، لما بينقص طبعا على طول بتبدأ تظهر الخطوط والتجاعيد. طيب هو ايه اصلا اللي بينقص الكولاجين في الجسم؟ كذا حاجة او كذا عامل، من اهمهم اربع حاجات. اول حاجة طبعا مع التقدم في العمر، يعني كل سنة بتلاقي انه الكولاجين ابتدى يقل في جسمك عن السنة اللي قبلها. تاني حاجة طبعا بسبب سوء التغذية، كمان بسبب الارهاق، وحاجة خطيرة جدا وهي التعرض لأشعة الشمس. الاربع حاجات دول بيأثروا على انه يقللوا الكولاجين في الجسم. فالنهاردة السيرم اللي انا هقوله لكم هو سيرم غني بالكولاجين علشان يعالج موضوع نقص الكولاجين في البشرة على طول. السيرم ده هيفرق، لانه طبعا البشرة دلوقتي محتاجة لحاجة تغذيها، فالسيرم ده هيبقى مغذي جدا. بس قبل ما اقول لكم على السيرم، خليني اقول لكم على شوية حاجات لازم تعملوها علشان نقدر نعالج موضوع التجاعيد ده بشكل جذري، لاني ممكن تستخدموا السيرم وبعدين نعك في كام حاجة فترجع البشرة تاني تتدهور. لا، انا هقول لكم على كام حاجة لو عملتوها مع السيرم هتلاقوا فرق رهيب جدا في بشرتكم. اول حاجة مهمة جدا لازم تاخدوا بالكم منها، وهو موضوع ازالة الميك اب. في ناس كتير سيدات وبنات بيناموا بالميك اب بتاعهم ومش بيمسحوه. انا عايزة اقول لكم ان دي من اكتر الحاجات اللي بتسبب التجاعيد، لان المواد بتاعت الميك اب دي بتسد مسام البشرة، فمع الوقت مرة في التانية في التالتة هتلاقي ان المسام كلها اتسدت، وعلى طول التجاعيد بدأت تظهر. تاني حاجة عدم استخدام الصن بلوك او عدم استخدام واقي شمسي، ده طبعا من الاسباب الكبيرة جدا اللي بتؤدي للتجاعيد، لان زي ما قلت لكم الكولاجين من الحاجات اللي بتخليه يقل في الجسم هو اشعة الشمس، فبالتالي انا عايزة حاجة تحميني من اشعة الشمس. فنصيحة، اوعي تنزلي وانتي هتتعرضي للشمس من غير ما تكوني بتستخدمي الصن بلوك بتاعك. في حاجة تانية مهمة جدا جدا، وهي انه في بنات وفي يعني عامة ناس كتير عندهم هوس تنظيف البشرة. ممكن تغسل البشرة بتاعتها 6-7-8 مرات في اليوم، وهي فاكرة انه دي حاجة بتنظف البشرة. انا عايزة اقول لكم ان دي حاجة غلط جدا، لان دي حاجة بتنشف كل الزيوت اللي على البشرة، وبالتالي بتخلي البشرة جافة جدا، وبعدين تبدأ تظهر الخطوط على طول. فنصيحة مني، لو عايزة تغسلي بشرتك ممكن تغسليها مرتين في اليوم، ويفضل تستخدميه بصابون طبي او بغسول مناسب علشان نحافظ على البشرة بتاعتنا. تاني حاجة مهمة جدا، وهي مشكلة التدخين. التدخين من اكتر الحاجات اللي بتساعد على انها بتزود الخطوط وبتزود التجاعيد، وعلشان كده اي مدخن طبيعي بتديله فوق عمره 20-30 سنة، لانه حركة التدخين نفسها والدخان اللي داخل جسمه طبعا بيقلل كل حاجة، بيدمر الكولاجين، بيدمر كل حاجة، وبالتالي طبعا من اهم الاسباب لو انت عايز او انت عايزة نتيجة حلوة جدا للسيرم اللي هنستخدمه النهاردة، لازم نحاول نقلل التدخين. حاجتين مهمين جدا تاني، وهم حاجات لازم اكل، يعني لازم طعام نركز عليه في اكلنا اليومي وما ينفعش نفوته.
اول حاجه الاسماك، خاصه اسماك السلمون، لانها غنيه باحماض الاوميجا 3، ودي معروفه جدا انها بتساعد في تقويه البشره وانها بتمنع التجاعيد وبتزود النضاره. حاجة تاني بقى مهمة جدا في الأكل، وهي الفواكه والخضروات الورقية، خاصة حاجة زي مثلا السبانخ، لأن الخضروات الورقية دي غنية بمضادات الأكسدة، غنية كمان بعنصر الحديد وده اللي بينقل الأكسجين للبشرة، ده غير أنها غنية بفيتامين A أو فيتامين ألف، وده مهم جدا علشان برضو بيحافظ على البشرة وكمان بيحميها من الشيخوخة المبكرة. اخر حاجة بقى مهمة جدا جدا، وهي شرب المية. لازم تشربوا مية علشان البشرة بتاعتكم تبقى دايما نضرة. لو ما شربتوش مية، طبعا المية دي غذاء للبشرة، هتلاقي البشرة بتاعتك باهتة ومش حلوة ومش نضرة خالص، فعلى الاقل لازم نشرب 8 كوبايات مية. اذا عملنا الحاجات دي كلها نقدر نستخدم السيرم الحلو قوي اللي احنا هنستخدمه لبشرتنا، والسيرم اسمه فلوسليك كولاجين اب انتي ايجينج سيرم. الحقيقة السيرم ده رائع وليه فوائد رهيبة جدا جدا للبشرة. اول حاجة ان هو بينفع مع كل انواع البشرة، يعني بشرة دهنية تمام، بشرة مختلطة تمام، جافة ما يقولش لا، فيمشي مع كل انواع البشرة. تاني حاجة انه السيرم ده مش بس خاص بالوجه، ده هو خاص بالوجه، بالرقبة، حوالين الفم، حوالين العين، يعني كل الكلام ده السيرم يقدر يعالج التجاعيد وبهتان البشرة، فهو يعتبر حاجة كويسة لانه بيعالج كذا منطقة مع بعض مش منطقة واحدة. والسيرم ده فيه نسب عالية جدا من الكولاجين والكافيين، والكولاجين طبعا ده بيزود وبينشط الكولاجين بتاع البشرة وبيحمي بشكل كبير جدا من التجاعيد وبيجدد مرونة البشرة وبيديها نضارة وبيحمي من الخطوط الدقيقة اللي تظهر على البشرة، فبالتالي هو معالج ومغذي وكمان بيحمي البشرة من اعراض الشيخوخة، فيعتبر يعني حاجة من الاخر هنستخدمها للبشرة. من اول اسبوع هتلاقوا الفرق، من رابع اسبوع هتلاقوا تحول كبير جدا في بشرتكم. نيجي بقى لطريقة الاستخدام، هنستخدمه ازاي. الاستخدام بتاعه بسيط جدا، ان انتوا بتجيبوا حتة من السيرم وتبدأوا تعملوا تدليك بلطف على البشرة وعلى الرقبة. بس بالنسبة لحتة الدقن والفك السفلي، طبعا الحتة دي معرضة اكتر لظهور الخطوط والتجاعيد، فالحتة دي نزود شوية التدليك، لان طبعا بتبقى اكتر عرضة لكل نقص الكولاجين والحاجات دي، فيعني نزود التدليك شوية. يبقى ده السيرم الرائع اللي احنا هنستخدمه. والحقيقة الجميل قوي انه مثلا انت لو مش عايزة تجيبي سيرم، الشركة موفرة اكياس من نفس المنتج، اكياس اسمها فلوسليك. الكيس ممكن يقضي معاكي 5 مرات وممكن تستخدمي منه براحتك، وطبعا سعره بيبقى اقل من السيرم. فانت كده عندك اختيارين، عندك اختيار اول حاجة اما تجيبي سيرم، والاختيار الثاني ان انت تجيبي الاكياس. وكمان في ناس بتستخدم الاكياس او السيرم بعد الديرما، يعني بعد ما بيعملوا بشرتهم بالديرما يبدأوا يستخدموا الاكياس او السيرم. انا ان شاء الله لو عايزين اتكلم عن موضوع الديرما ده ونتكلم عنه بالتفصيل وافضل الانواع وكل حاجة، وصلوا الفيديو ده ل10,000 لايك عشان اعرف ان انتم مهتمين بموضوع الديرما، واقدر اعمل لكم عنه حلقة ان شاء الله مفصلة يعني من الحلقات الجاية. يبقى كده لو اتبعنا الخطوات اللي انا قلت لكم عنها في الاول واستخدمنا فلوسليك سيرم او فلوسليك اكياس اللي هو الماسك، لو عملتوا الحاجات دي بجد موضوع التجاعيد ده هتلاقوه قل جدا جدا، والمشكلة اللي بتؤرقك دي هتلاقيها انها يعني اتحلت بشكل كبير، وهتلاقي بشرتك بقت بشرة جميلة جدا جدا جدا. طبعا بالنسبة للأسعار والأسماء وكل حاجة هسيبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. اتمنى الحلقة دي تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش اللايك وسبسكرايب، شير الفيديو في كل حتة، واشوفكم على خير الحلقة الجاية ان شاء الله. باي باي.